مقلوبة يعني بلاد الذهب. اللغة النوبية هي لغة منفصلة من 7000 سنة. الحقيقة إنه إحنا قدرنا نحافظ على اللغة النوبية لعنصرين: البيئة، إن إحنا عشنا في منطقة معزولة تخترقها 6 شلالات، فأنت ما تقدرش تدخلها عن طريق النيل لأن الشلالات دي مانع، في صحراء شرقية وصحراء غربية صعبة الاختراق، وعنصر المرأة التي حافظت على الهوية النوبية. سادو سلاتو انهروني الله يساد سادو سلات. النوبيون حياتهم تعتمد على النيل ثم النخلة ثم المرأة. النوبي وجد إن حياته كلها بتعتمد على النيل. حصل هنا في ارتباط روحي بين النوبي والنيل، فالنوبي يعتقد إنه في ملائكة طيبة بتعيش في النيل. كل جزء من النخلة تستخدمه النوبي، كل جزء. الجزء بيتعمل منه عوارض للسقف، الجريد بيتعمل منه السرير، سقف البيت، العفش، السعف، الخوص بتاع النخلة، حتى الليف اللي هو أدوات العمل أغلبها من الليف. بالإضافة لأنه بلح أيضا هو الغذاء الرئيسي. إمكانيات قليلة لكن استطاع أن يقيم منها حياة. الملخيب النوبي اسمه جاكوت. جاكوت كيكو جرت الجيريا. المرأة تحظى في النوبة بأهمية كبيرة. الرجالة كانت بتشتغل في القاهرة، مين اللي كان قائم على القرية؟ المرأة، فبتقوم بكل الأنشطة. المرأة يرجع لها الفضل في الحفاظ على اللغة النوبية والعادات والتقاليد النوبية، هي المرأة. النوبي بيظهر فيه الجانب الأفريقي في عشقه للموسيقى والألوان المزخرفة. الزخارف هي عبارة عن تمائم وأحراز للوقاية من الأرواح الشريرة، الحسد والعين. كمسلم استغل رموز إسلامية ولم يستغني عن الرموز المسيحية، عمل أطباق الإله رع عشان تعكس الشمس في عين الحاسد عشان تعميه. حتى المثلثات واخدها الجانب الأفريقي بتاعه، لأنه بيعتقد أن أرواح الأجداد بتيجي تعيش في داخل هذه المثلثات لتحمينا من الأرواح الشريرة. فهي كلها الرسوم معبرة عن حياة النوبي.